السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في محاضرتنا التعريفية لمادة علم البناء، بناء بالجسي واحد. أنا عبد الحميد بدراتي، مهندس معماري خريج جامعة اسطنبول التقنية. في بعض الطلاب يعرفوني اللي مع نيرت أكاديمي. ثلاث فصول، هذا الفصل الثالث عم أعطيه المادة. خلال الفصول الماضية أعطيت مشاريع للتصميم المعماري، أعطيت التكنيك رسم، بالإضافة إلى دروس عملية بالأوتوكاد والثري دي ماكس. طيب اليوم بهذا الدرس إيش راح نشوف؟ إيش هو راح يكون علم البناء؟ إيش معناه؟ إيش بفيد المعماري؟ أنت كطالب لسه سنة أولى، إيش بفيدك هذا الدرس؟ هل هو سهل؟ هل هو صعب؟ هذا كله راح نشوفه هلأ بهي المحاضرة التعريفية. طيب راح أعرف شوية صغيرة عن حالي قبل ما ادخل بتعريف عن الدرس. خريج جامعة اسطنبول التقنية مثل ما حكيت، حاليا عم اعمل اطروحتي الماجستير في جامعة الفاتح سلطان مهمت في اسطنبول. لي اعمال خلال يعني سنواتي العملية، لي حوالي سنتين او ثلاث سنوات عملية في السوق التركي، في السوق الاسواق العربية بعدة دول عربية، بالاضافة الى تجربة في السوق الالماني. خلال دراستي باسطنبول التقنية كان عندي سنة كاملة عبارة عن إراسموس، هي سنة تبادلية في جامعة باوهاوس الألمانية. كسبت خبرات عملية كتير حلوة، وخلال تواجدي هناك عملت ستاج أو تدريب عملي مباشر في أحد المكاتب العملية المعمارية في ألمانيا. طيب خلال كل هاي السنوات اللي عشتها والخبرات اللي كسبتها، صرت نوعا ما وتوصلت لمفهوم انه الحياة العملية بتعلمك بالعمارة او بتكسبك خبرات بالعمارة اكثر بكثير من الشيء الجامعة اللي بتكسبك فيه. طبعا الجامعة كثير مهمة واساسية، و يعني بتعمل لك اساس، بتبني لك اساس يعني بحيث انك لما تطلع الحياة العملية تحسن تاخذ هالخبرات او تتعلم تعرف كيف العمارة تشتغل. طيب راح اشوف شوي من مشاريعنا السابقة، مشاريعي الشخصية السابقة. ممكن اذا ما في مشكلة ان شاء الله بالشاشة، في عندي شوية مشاريع انتيريور ديزاين اللي هي ديكور داخلي، في شوية مشاريع تخطيط مدني. لما نشوف يعني عدة كان مشاريع، طبعا هي بتعتمد على بعض الخوارزميات او الكمبيوتيشنال اركتكتشر، هذا طبعا متقدم جدا بالنسبه لكم، ممكن نشوف دروس قادمه عنه في الفصول القادمه. في احد المشاريع في المكاتب التركيه هنا اشتغلت على مبنى جامع اللي هو كان في عنابه في الجزائر، وكان تقريبا يعني من افضل او انجح المشاريع اللي قمت بها على الاطلاق. قمت يعني بتوفير او رسم تنفيذ هدول كل الرسومات اللي شايفينها مع التحرير الداخلي والخارجي والموديلينج و 3 دي ماكس وكل هالامور. في كمان شوية مشاريع كمان إضافية تخطيط مدني، شوية interior design. مثلا هذا المشروع كان عبارة عن مشروع لكلية عمارة، طبعا مشروع التخرج كان في اسطنبول التقنية، بنينا كلية عمارة. كمان بالإضافة عملنا مثل تحليلات للمنطقة، تحليلات للشوارع، للطقس، للرياح، بالإضافة إلى شوية إظهار ثلاثي أبعاد مع بلانات البلان الرئيسي. طبعا في هذا الموقع أنا حاطط بس مختصر عن الحفطيات أو الشيء اللي سلمته أنا للجامعة، ولكن هاي كانت مثل ما أنا شايفين نبذة عن بعض أو أهم المشاريع اللي كنت شاغل فيهم. طبعا هاي أحد المشاريع كمان اللي اشتغلناها بألمانيا، مشروع إعادة إحياء لمنطقة مدنية سكنية فيها مقاطع ثلاثية أبعاد، فيها تخطيط مدني، وكمان نفس الأمر visualization أو إظهار ثلاثي الأبعاد. طيب هاي كانت مثل هيك لمحة صغيرة عن
مشاريع كنت سابقة كنت شاغل فيها. طبعا هذا الشيء بيسمى ببورتفوليو، اللي هو الهوية للمعماري. أنت لما بكرة بتتخرج وبتكون عم تقدم على شغل، أو أنت بدك تعرض نفسك إيش عملت، هذا البورتفوليو الشيء صار مثله مثل هويتك، شيء أساسي راح يصير في حياتك. إنه أنا أول ما تعرض نفسك على أي مكتب، على أي شغل، تستلم أي مشروع، لازم تورجي زباينك أو الشخص اللي عم تشتغل معه شو هو أنت اللي عملته، شو عامل، شو شاغل، إيش المباني اللي بنيتها، وهكذا. فلذلك حبيت أعطيكم شوي لمحة عملية. وهيك هلا ممكن نروح فورا للملخص تبع الدرس تبعنا، اللي هو بناء بالجسم. طيب هلا قبل ما ندخل فورا بموضوع المادة نفسها وشو راح نتناول المادة نفسها، راح احكي شوي صغيرة عن نيرد اكاديمي بحالها هي الاكاديمية بشخصها. الاكاديمية هي كانت مثل نقلة نوعية، تطور كتير حلو وفخم في ضمن تركيا للطلاب السوريين. الأكاديمية اللي بيعرفها أكيد يعني بدأت عبارة عن عدة أساتذة، أو يعني كانت حتى في أستاذ واحد، يعني كانوا تطوروا وكبروا نفسهم، كانوا خلال لما هن كانوا طلاب كانوا يدرسوا أصدقائهم في الجامعات، يعطوهم دروس بشكل خاص أو بشكل يعني يجمعوا هيك طلاب سوريين. فتطور الأمر إلى إنه يعملوا فيديوهات ويعملوا مجموعة، وتطور الأمر أكثر من هيك لحتى تكون هاي منصة كبيرة وتشمل كل، هلأ حاليا في الفصول الحالية بتشمل كل المجالات من الطب للهندسات للرياضيات والفيزياء والصيدلة، وأي شيء ممكن الطالب السوري ياخده هون في الجامعات التركية. الخبرات الموجودة طبعا الجامعة، يعني الأساتذة الزملاء الموجودين معنا أغلبهم طبعا خريجين تركيا، فلذلك بيعرفوا الهم اللي عم يشوفه الطالب السوري. الهم الأساسي اللي هو إنه أنا بهيك مود، بهيك لغة جديدة، كيف أنا بحسن بدرس منيح، كيف بحسن بتفوق، كيف بحسن بنجح موادي على الأقل بدون ما أعاني أنا من مشكلات المصطلحات الجديدة والمصطلحات الهندسية وما إلى ذلك. فهي كانت يعني نقطة البدء لهي الأكاديمية. بنصحكم إذا عندكم يعني أي اطلاعات تانية، يمكن بالرياضيات أو الفيزياء، أي احتياجات تانية، شوفوا الكورسات اللي بتعطيها هي الأكاديمية، كتير أساتذة ناجحين موفقين. طيب بالنسبة للدرس بنفسه اللي راح يكون معنا، اللي هو طبعا حكينا عنه بناء بالجسم واحد، بناء بالجسم واحد، طبعا اسمه بناء بالجسم واحد في أغلب الجامعات، لذلك هيك سمينا الكورس، ولكن في جامعات تانية ممكن يكون اسمه ميمالا جيريش مثلا، المدخل إلى العمارة، أو ميمالك يوزبير مثلا 101، أو ميمالك بير مثلا. فعدة التسمية مو مهمة، ولكن اللي بيهمنا هو ايش هو هذا الكورس، ليش نحن اخترنا هذا الكورس، هذا الفصل، وايش اهميته بالنسبه لطالب العمل. اول شيء هذا الكورس البناء بالجسي واحد هو عباره عن تعريف للطالب الداخل الجديد بايش هي العماره، ايش هي المصطلحات اللي انت بتستخدمها بالعماره، انت كمعماري شغلتك بكره بالمستقبل ايش راح تشتغل، مع مين راح تتعامل، ايش اللي راح ينطلب منك، الملفات المطلوبه منك، ان كان رسومات، ان كان تدقيق لتنظيمات او قواعد او كذا. فهدول الامور كلها هي طبعا ما كله بيعلمك اياه بهذا الكورس، ولكن بيعطيك بدايه عن كل هاي الامور. فبيعطيك انه بيعرفك بالمصطلحات، لانه اي شخص مثلا ممكن عامي ما كتير متخصص في العماره، ما كتير داخل في العماره، لما بيسمع هيك مصطلحات ممكن يشوفها شوي غريبه، ممكن شوي يعني ما يعرف إش تماما ايش معناها. فهي المصطلحات لازم تكون مثل الخزينه في دماغ المعماري يتكلم فيها بشكل خاص. طبعا خلال اعطائي للدرس رح تشوفوا اني نوعا ما بستخدم مصطلحات، يعني ممكن اول واحد يسمعها من برا مثلا يقول
مصطلحات غريبة أو مصطلحات ما بعرف يعني عم يتفلسف مثلا ولا لا، بس هي مو هيك الموضوع. الموضوع إنه العمارة فيها تشعبات كتير كتيرة، في إلى كتير عناصر فرعية، فلذلك أنت مضطر تستخدم هاي المصطلحات واللغات لحتى لما أنت عم تتواصل مع معماري تاني أو مهندس تاني يعرف تماما إيش عم أو أي فرع من هاي الفروع اللي عم تحكي عنه أنت قاصده. فمن هلأ وراي رح يكون نحن لما نحكي عن مجالنا رح نحكي بشكل بروفيشنال، مهني محترف، فلذلك لازم نكسب هدول المصطلحات. طيب بهذا الدرس أنا إيش رح أعمل لك؟ رح تكون لغة الإعطاء بالعربي بشكل كامل. رح أحكي أنا مثل ما شايفين هلأ عم أحكي بشكل نوعا ما لغة ستاندرد، يعني فينا نقول لهجة عربية ستاندرد، بتحاول بيوصلها الطالب العربي، الطالب السوري، أي طالب بيكون معنا رح يكون يفهم على دروسي إن شاء الله. بالإضافة إلى رح أحكي المصطلحات التركية بالتركي وبالإنجليزي، يعني أي شيء رح يعدي معنا خلال الدروس. هلا ممكن تتابعوا الدرس الأول اللي رح أعطيه، الدرس الأول من هاي المادة، ممكن الكلمة نفسها اللي رح تعدي معنا رح أحكيها بالعربي وبالتركي وبالإنجليزي. فمثل البناء بالجسم مثلا، علم البناء هذا درس يعطى بالتركي، فأنت مثلا كطالب جاي على الهندسة جديد، في عندك مصطلحات هندسية جديدة. أنا لما كنت ذاتا بدأت دراستي بحلب أول سنة اسمع مصطلحات ما كنت أفهمها بالعربي حتى، فكيف لما أنت مثلا عم تعمل نفس أو عم تخطو نفس الخطوة ولكن بالتركي؟ فهذا الأمر شوي صعب بالنسبة إلي، حتى بحكيها عن تجربتي أنا خلال ممكن سنوات دراستي، سنة الثانية الثالثة الرابعة حتى تخرجت، وفي بعض الكلمات ما بعرفهم. ولكن ايمتى كسبت الخبرة او التجربة في المصطلحات تبعي؟ كسبتها في سوق العمل، لما انت مضطر هداك الوقت يوميا تداوم في يومك مثلا 8 9 ساعات خلال كلها عم تشتغل على مشروع معين ومطلوب منك تنفيذ رسومات معينة وكذا، فما بتحسن تقول والله انا اسف هذا المصطلح ما فهمته او ما بعرفه. لا، انت لازم تكون بتعرف كل مصطلح وكل شيء مفهوم فيه، إن كان بالعربي أو بالتركي، وحتى اللي دراستهم الإنجليزي بيفيدهم. طيب، فهي فات الكورس هذا اللي راح تكون معنا، بالإضافة إنه في عنا تواصل وتفاعل عبر التليجرام. طبعا بالدروس القادمة أنا عندي خبرة في هذا الموضوع، بنضيف طلابنا على مجموعة بالتليجرام تكون مثلا 15 20 طالب، أكثر أقل حسب المادة. بنكون بنفس الوقت لما انا بسجل الفيديو وبرسل لهم اياهم للطلاب بيصيروا بيشوفوا وبيسالوا اسئله عبر هذا الجروب، انه هذا المصطلح مثلا استاذ ما انفهم ممكن ترجع تعيده، او يكون في عندهم اسئله خاصه، يعني مثل في بالخطوه اللي كاتبها هلا متابعه مشاريع طلاب عن كثب، متابعه مشاريع بشكل خاص، يعني ممكن طالب وظيفته لهي الكورس لهي الماده استاذ بيطلب منه مشروع رسم معين او وظيفة بحث او كذا، فبيصير بيسأل على المجموعة، بيصير بيتواصل مع طلاب تانيين اخذين نفس المادة بيتواصل معي، يا اما الطلاب بيصيروا بيفيدوا بعضهم، يا اما انا فورا بجاوب وبصير الفائدة للجميع. فهي فائدة التفاعل عبر التليجرام ومتابعة المشاريع بشكل نوعا ما فردي ولكن بنفس الوقت جماعي. طيب، التركيز على محتوى مفيد ومختصر ايش يعني؟ يعني انا حاليا ما راح اطلب منك تدرس ماده جديده، يعني ما راح اعطيك، يعني انت ذاتا عندك عده مواد ممكن تكون عم اخذها خلال الفصل، فما راح اطلب منك يعني تنزل ماده جديده فوق هاي المواد، وانما آسف صار في مشكلة أظن بالكمبيوتر، ما في مشكلة، وإنما راح أنا أكون نوعا ما مساعد لك خلال هذا الفصل. فأنت لما تاخذ هاي المادة من أستاذك تحضرها ساعتين بالتركي، بعدين
تجي لحالك انت لما تعيد دراستها وتعيد ترجمتها ويصير معك ممكن تشوف مشاكل شوي، ولكن انا هاي النص ساعة او ثلاث ارباع ساعة اللي راح اعطيك فيها الدرس راح اعطيك اياها جاهزة نوعا ما بالعربي وراح تفهمها، فهذا الشيء راح يكون عون لك خلال دراستك انت لهي المادة. طيب ايش في عنا كمان؟ في عنا مناسبة المحتوى للجامعات التركية، طبعا بما انه انا دارس ذاتا في جامعة تركية عرفان المناهج التركية شلون تمشي، وبنفس الوقت مطلع على جامعات ومناهج بجامعات تانية مثل جامعة يلدز تكنيك، في جامعات خاصة في اسطنبول، في جامعات تانية في داخل تركيا، شفت عدة مناهج وتوصلت لمنهج مشترك لهي المادة، فإن شاء الله راح تكون مفيدة لكل الطلاب الموجودين في تركيا اللي عم ياخذوا هاي المادة. طيب راح أحكي بسرعة عن محتويات هاي المادة بدون ما أطول كتير. ما هو يعني أنا خلال هاي الفصل عندي 12 أسبوع، أنا هون تقريبا كاتب 13 ولكن عندي 12 أسبوع. طبعا خلال دراستكم راح يكون هي 14 أسبوع، ولكن طبعا في أسبوعات أسابيع الامتحانات أو أسابيع كذا، فهدول أسبوعين بيروحوا. أنا خلال هاي الدروس أنا إيش راح أعطيك؟ راح أبدأ بالبداية مع ما هي العمارة، شو يعني المصطلحات الأساسية أو إيش يعني العمارة، راح أبدأ كتير من الصفر. طبعا هاي في شغلة طلابي السابقين حتى بيقولوها إنه بحب أوضح كتير كتير وأبدأ من البدايات، فالناس اللي عندها يعني علم منيح مثلا أو عندها اطلاع جيد في المادة نوعا ما ممكن يشوفها ممل، ولكن مع ذلك أنا أظن إنه هذا الشيء مفيد لإله، بحيث إنه هو تمام عنده هاي المعلومة وعنده معلومات تانية وكذا، ولكن أنا بجيك بشكل بحيث إنك تنظم معلوماتك. هذا اللي عنده اطلاع بصير عنده تنظيم للمعلومات أو بصير بيفهم بشكل منسق مرتب بشكل أكاديمي صح. وبنفس الوقت اللي ما عنده اي اطلاع، اللي ما عنده هاي المواضيع بالعمارة، واللي عنده شوي خوف من مناهج العمارة كمان بيستفيد معي بهاي المادة، لانه راح امشي مثل ما قلنا من الصفر من البداية، مصطلحات ممكن تشوفوها كثير بسيطة وشوي شوي يصير في تطور. طيب مفاهيم اساسية، بعدين ما هو علم البناء راح نحكي عنه، بعدين عندي مفاهيم اساسية في العمارة، النسبة، التناظر، الوحدة، الإيقاع، هدول كلهم راح نشوفهم مع أمثلة، هذا راح يكون في الدرس الثاني. بعدين راح نبلش نوعا ما إذا راح نشتغل مشروع معماري شلون بنمشي بنصير، فراح نبدأ من الموقع، أنت بنايتك اللي عم تبنيها وين راح تكون موقعها، راح نفهم إيش يعني الموقع، إيش الشيء المحيط، العوامل المحيطة في هذا الموقع، بعدين إيش مكونات العمارة، ايش في شيء بيأثر في عمارتك انت في هذا المبنى تبعك، التكنولوجيا البناء يعني المواد اللي انت عم تستخدمها في البناء او يعني الطرق او الميثودز اللي عم تستخدمها في البناء، علاقة الإنسان مع البيئة، علاقة الإنسان مع المبنى، وهكذا. وبعدين الاقتصاد طبعا هذا بيهمك انه ايش اقتصاد مبناك، انا ايش قد يعني شو هي السيستم اللي راح ابنيه بحيث انه يناسب هذا المشروع. ما راح نبني دائما دائما، احنا بيكون عندنا مشاريع خياليه ب يعني بميزانيات خياليه، ولكن في بعض الاحيان لازم نفكر، او مو بعض الاحيان دائما لازم نفكر بالماليه تبع المشروع. طيب الدرس السابع راح يكون عوامل تشكل عماره، مثل العوامل المحيطه، البيئه، ايش بيأثر على المبنى بنفسه. انت مبناك طبعا مثل ما انا شايف في عندي شمس، في عندي هواء، في اصوات، في محيط، في ممكن شجر، حدائق كذا، فهذا كله ايش بيأثر على مبناك وعلى الراحة، في راحة المستخدم في هذا المبنى. هدول كمان عوامل البنية طبعا رح نعدي عليها بشكل سريع. عوامل شكل العمارة، احتياجات المادية والنفسية، طبعا هذا بينشأ من حاجة الإنسان لهذا المكان اللي عم يعيش فيه. فمثال أنت لما تكون عايش في مبنى سكني، أنت مضطر يكون عندك مرفقات، مطبخ، حمام، غرف نوم، غرف ضيوف، غرف كذا، إيش احتياجات كل غرفة، ترتيبها وهكذا. بعدين مثل إعادة لعملية التخطيط المعماري، هذا كله راح نرجع نشوفه بشكل كامل كله مع بعضه،
بداية من الموقع والأمور اللي حكينا عنها، لكمل معي تصميم المبنى، وآخر درسين تدريب عملي لتخطيط منزل. طبعا في كل أو أغلب الجامعات التركية خلال البناء بلقسي بير الأول بيعطوا بس معلومات عن كيفية تصميم منزل، فبشتغلوا بشكل مباشر وممكن حتى في بشكل عملي عن كيف أنا المنزل بصممه. وبينما بالبناء بلقس 2 بصيروا بيدخلوا بأنواع المباني الثانية اللي هي ممكن مشافي، مدارس، مطابخ، مطاعم وإلى آخره. هدول أي شيء آخر ثاني هذا بيكون بالبناء بلقس 2. وبالأخير راح نحكي عن مفاهيم معاصرة، ممكن أشياء جديدة داخلة على العمارة، مصطلحات جديدة، فأي شيء راح يكون معنا خلال يعني بعد ما فهمنا شوي عن العمارة، عرفنا كذا إيش في شيء ممكن يفيدنا للمستقبل. فهيك هلا كانت هي مثل مقدمة صغيرة، نوعا ما ما كان لازم تطول أكثر من 15 دقيقة، ولكن أخذت معي 20 دقيقة. ولكن لما أنت على الأقل يكون عندك فكرة منيحة، طبعا هذا الفيديو متاح لك بشكل لازم يعني تشوفه أنت قبل ما تقرر تاخذ هاي المادة. لما تكون هاي أخذت هيك أنت مقدمة نوعا ما أو مثل تعريف نوعا ما في المادة اللي راح يكون معك فيها، ممكن أنت شفت هذاك الوقت من طريقة شرحي، طريقة حكي، طريقة تواصلي معك، ممكن فورا تكون حبيتني ما حبيتني، ممكن تعجبك الفكرة أو لا. فهذا ضروري جدا تشوفوا هذا الفيديو لحتى تحسن تاخذ القرار أنه تدخل بهي المادة أو لا. لحد هيك أنا رح أوقف الفيديو وأشوفكم إن شاء الله بالدروس القادمة اللي هي دروس الأول والثاني. على الأغلب بإمكانك حتى تحسن تتابع ممكن الدرس الأول إذا كنت مالك يعني مقرر لسه أنه رح تاخذ الدرس معي ولا لا، فبنفس الوقت رح تشوف شوية مصطلحات أساسية، شوية طريقة كيف أنا بدرس بشكل مباشر. وبنصحك إذا أنت عن جد مثلا مضطر كتير أنه يعني أو تعمل أساس لنفسك بالعمارة، فبنصحك بهذا الدرس، لأنه مثل ما قلت أنا عن تجربة سابقة شخصية أنا ما كنت أفهم كتير من المصطلحات، وكنت مثل ما بقولوا مثل الطلطميس في أول سنتين. طبعا دراستي كانت 2013-2014، ف ما كان ذاتا في كتير سوريين في جامعاتنا، وكان نظامي يعني نص عفوا انجليزي، ولكن الاساتذه كانوا يحكي بالتركي، فكان يدخل عليه مصطلحات جديده انجليزي وتركي، وذاتا بالعربي انا ما كان عندي العلم الكافي. فبنصح انه على الاقل لهذا الدرس اللي هو بنابلس اللي هو جريش او تمل اللي هو انت الاساس اللي عم تبني عليه دراستك يكون ثابت، يكون منيح، تاخذ هاي الماده فيها اي وتفهمها انت بشكل كافي ووافي، لحتى لما بكره المواد اللي بعدها باي مبنى او اي مصطلح اي شيء جديد بيعدي عليك بتكون انت عارفان اساسه هذا المصطلح شلون وين وبايش بفيدك. هيك بشوفكم بخير، بشوفكم بالدروس القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.